السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده جايبه لكم بقى مجموعه من البرفيومز اللي انا جربتها، وهقول لكم ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. يلا بينا. المجموعه دي بصراحه تحفه، سواء كان الحريمي او الرجالي. السي دي حلوه قوي، في نوعين من السي دي وفي واحده تانية ورا. دي يعني حبيتها قوي، اللي هي بتبقى كلها حمرة دي. المليون الرجالي دي برضو حلوة جدا، جوزي اخد منها حلوة. طبعا اللي عايز هيكلمني على الانستجرام او على صفحة الفيسبوك، كلهم بنفس الاسم بتاع الصفحة الموجود عندي. هوري الصور المتاح للصفادل او كده، او لو حد طالب حاجة معينة بيطلب اللي هو عايزه. برضو جود جيرلز دي اللي انا كنت عملت لكم ريفيو عنها قبل كده، دي اللي هي 50 الملي منها بس موجودة، برضو مش موجود الحجم الكبير اللي انا كنت جايباه ليا، مش موجود. دي 50 ملي. في كمان اللي هي الدي اور، دي برضو حلوة قوي قوي. يمكن دي من احسن الانواع في الديور اللي انا حبيتها، يعني حلوة وهادية وجميلة يعني، برضو اخدت منها ليا. في كمان اللي هي البلاك اوبيوم، دي رهيبة. اللي هي جنبها دي يعني معروفة، دايما بجيب منها، حلوة جدا جدا يعني، رهيبة بجد. وحتى لما بحطها اي حد بيسألني ايه هي وكده. اللي جنبها دي رجالي برضو، اللي هي دي اور الرجالي، برضو حلوة قوي، جوزي واخد منها فظيعة. طبعا كل الحاجات دي اوريجينال، ما فيش اي حاجة فيها فيك او كوبي او فيرست كوبي او اي حاجة، لأ كله اوريجينال. عشان كده بصور لكم من كل الجناب علشان تتأكدوا، لان لما كان في ناس بتسألني على الاسعار كانوا بيتفاجئوا ان الاسعار يعني مخفضة عليها، لان طبعا الحاجات دي بتجيلي انا بسعر معين غير اللي موجود في المحلات، فانا بخفض في السعر، ما ببعهاش زي المحلات طبعا. فعلشان كده الناس عجبهم اسعارها جدا. الديزل الرجالي دي برضو حلوة قوي قوي، جميلة برضو. في منها اللي هي الحجم ده اللي هو 200 ملي، في منها الحجم التاني، هصور لكم تاني لان انا معرفتش احطهم كلهم جنب بعض علشان اعرف اصور لكم كويس. الجوتشي طبعا رهيبة بكل انواعها، سواء النوع ده او النوع التاني اللي هو البينك، حلو قوي. دي موجود منها اللي هي الحمراء والخضراء، حلوين جدا جدا، سواء كانت تواليتها او البرفوم، يعني الاتنين حلوين. كلهم 100 ملي. الجود جيرلز بس هي اللي 50 ملي. في حاجات تانية اكتر، في حاجات 200 ملي، في حاجات 125 ملي، في حاجات 75 ملي. يعني بالنسبة للأسعار بتاعتهم فهم فوق الخيال يعني، اتباع كتير جدا يعني، فضل كمية بسيطة مش كتيرة. فاللي حابب زي ما قلت لكم هيكلمني عن الانستجرام او على الفيسبوك. دي اللي هي اللي هي السي الحمراء، دي اللي هي اللي مش حمراء من تحت، في حمراء كاملة كلها، وفي دي اللي هي البيضة من تحت شوية بس حمراء من فوق، وفي كمان اللي هي الصفرة بس خلصانة مش موجودة دلوقتي، موجود دي وموجود الحمراء الكاملة، موجود الاتنين. يعني هم كلهم حلوين، السي اصلا معروفة ان هي حلوة، حتى الصفرة بتاعتها حلوة جدا يعني، فهم ثابتين وحلوين. و ماركات كلها معروفة وحلوة. موضح الملي كم ملي، بصور من فوق ومن تحت ومن كل الجناب علشان الناس تتأكد بس ان هي اوريجينال. فانا حبيت اعمل الفيديو لان ناس كثيرة جدا بتفضل يعني بتسأل وبعتولي صور وبعتولي وبتاع، فانا عملت الفيديو ده علشان يبقى جاهز لأي حد، بدل ما افضل اشرح كتير فالفيديو يبقى جاهز يتبعت للكل. دول هم الموجودين.
في كمان مجموعة بس كوبي، دي جبتها لنفسي كمان وانا في مصر في الاجازة، برضو حبيت اصورها علشان الناس اللي في مصر لما يحبوا يشتروها يشتروها فعلا، يعني على ضمانتي. الحاجات دي انا جبتها اسعارها رخيصة بس حلوة قوي، عجبتني جدا. كلهم اهم اللي انا بصورهم دلوقتي هما يعتبروا كوبي، يعني دي الكوبي بتاع جود جيرلز، في الكوبي بتاع مليون، في كذا حاجة، بس بجد حلوين برضو ثابتين. هما مش ثابتين مثلا ان انتي كمان هتغسلي الهدوم وتفضل لي ريحة، لا، في انواع من اللي هي الاوريجينال اللي انا مصورها لكم دي تفضل ثابتة فعلا، بتطول معاكي جدا، انما اللي هم في مصر دول يعني يفضل معاكي طول اليوم، فحلو مش وحشة برضو. يعني هنا مصورة لكم الفرق بين السي اللي هي الحمراء الكاملة اللي هي على اليمين دي، والحمراء التانية اللي هي اللي بتبقى الحرف بتاعها شفاف، طبعا بيبقى في فرق في السعر بينهم. دول الحاجات القريبة على قلبي بحبهم جدا، يعني منهم في منهم هدايا بحبهم، دول بستعملهم برضو على طول. دي مخمارية انا اللي عاملاها برضو فظيع، كنت قبل كده عملت لكم طريقة المخمارية برضو في البيت، دي انا عاملاها وحطها هنا. في التفاحة دي حلوة قوي برضو، جميلة، كانت جالي هدية حلوة، دي رجالي واللي فوقها هحطها جنبيها دلوقتي، الاتنين دول حلوين ريحتهم حلوة قوي برضو. انا عاملة لكم جايبة لكم رجالي كمان عشان اللي حابة تاخد فكرة وعايزة تشتري لجوزها او كده تبقى عندها فكرة برضو. حلوين، دي برضو كانت جالي هدية حلوة جدا. اللي جنبها دي بقى دي خلصت اصلا، يعني خلاص، حلوة قوي قوي يعني، جميلة. واللي جنبها من ايفون دي برضو ما كانتش غالية خالص بس برضو حلوة. البنانة برضو معقولة، مش وحشة، جميلة. حريم السلطان دي بقى فظيعة، دي كنت جايباها من مصر، كل اي حد بيشمها عليا بيسألني نوعها ايه، ما حدش بيصدق اصلا ان هي من مصر، وتمنها اصلا حوالي كان 200 او حاجة زي كده، يعني 200 جنيه، كانت رخيصة قوي وفعلا حلوة قوي. هنا مصورة لكم تاني برضو، يعني الصور واضحة. دول الحاجات بقى اللي انا كنت جايباها من مصر اللي كان تمنها رخيص زي ما بقول لكم، هفتحها لكم بقى تشوفوها، معقولين بجد برضو مش وحشين، الريحة بتاعتهم حلوة وهادية، وفي منهم حاجات ثابتة بجد حلوين، يعني مش بطالين بالنسبة للناس اللي هي مثلا مش عارفة تشتري حاجات غالية او ماركات او كده. فانا حبيت اجمع في الفيديو كل حاجة، الغالي الرخيص المتاح اللي مش متاح الرجالي الحريمي، كل حاجة عشان تاخدوا فكرة عن كل حاجة. حلوين قوي، حتى الازازة بتاعتها شكلهم شيك، معظمهم شكلهم شيك كده حلو، يعني بالنسبة للناس اللي هي بتحب يعني تحتفظ بشكل الازاز وبتجمعهم وكده، فبرضو حلوة. هصور لكم بقى الكل، هطلع لكم كلهم من العلب اللي هم دول كلهم اللي هم الهاي كوبي، دول الهاي كوبي دلوقتي. دي الجوتشي الخضرة حلوة قوي، انا خدت منها دي، وخدت الحمرة برضو، خدت الاتنين حلوين جدا، الاتنين 100 ملي. خدت كمان من ديور الحمرة رهيبة. خدت ايه كمان لنفسي، خدت السي، خدت كذا حاجة، خدت بجد كذا حاجة، كلهم حلوين لان اسعارهم رهيبة، يعني اسعارهم كانت حلوة قوي. دي بقى الصور بالنسبة للحاجات اللي هي اللي تعتبر متاحة، اللي عايز حاجة منها في اللي هي ديور الرجالي دي حاجة زيت، مش متاحة دلوقتي، والجود جيرلز برضو مش متاحين، الباقي فيه منه متاح. اللي عايز اي حاجة زي ما قلتلكو هيكلمني على الانستجرام او على صفحة الفيسبوك. هسيبكو بقى مع الصور، اتفرجوا عليها، شوفوا الانواع اللي انتوا حابينها، عايزين تسألوا على اي حاجة برضو اسألوا. في مجموعة كبيرة اهي، دي برضو الليبر دي حلوة قوي برضو، دي اللي انا قلت لكم اللي انا اخدت منها، حلوة. انا كنت مصورة الفيديو ده قبل كده فجمعتهم كلهم مع بعض، كنت ناسياه يعني افتكرته في الاخر فجمعته مع الفيديو. دول بقى في حاجات منهم
يعني خلاص مش موجودة، وفي حاجات موجودة، فاللي حابب حاجة يقولي عليها حتى لو مش موجودة أسأله عليها. دي برضو من لانكم رهيبة، ودي جادور برضو رهيبة. يعني في يعني حاجات لما تشوفوا دي من جوتشي برضو، كذا نوع من جوتشي تانيين وجورج أرماني، وفي حاجات لما تشوفوا الأسعار بتاعتها برا وتشوفوا السعر عندي هتكونوا مذهولين بجد يعني. فحاسبكم بقى تتفرجوا. دي جادور اللي هي من ديور رهيبة، دي اللي هي جود جيرلز. دول كنت مصوراهم قبل ما في حاجات خلاص منهم مش موجودة. الشانيل برضو دي حلوة قوي، حلوين. انا جايبة منها الحجم الكبير والصغير. الصغير طب بحطه دايما في الشنطة وكده، حلوة يعني مش كبيرة، تعرفي تاخديها وانت خارجة. بس مش متاحة للبيع، ما مش موجود منها يعني، بس انا قلت رأيي فيها كمان عشان لو حد حابب يشتريها. هي حلوة قوي يعني، لان طبعا شانيل فيها انواع كتير جدا، بس دول يعني هي دي اكتر واحدة حبيتها، عشان كده جبت منها الاتنين. يا رب تكونوا كده استمتعتوا بالفيديو زي ما انا كنت مستمتعة بيه. واللي عايز اي حاجة بقى يكلمني ان شاء الله.